يعني تذكرت بدايات برامج الواقع وشغفها وتعلق الناس فيها. الله. من ردة الفعل جالس أشوفها. هذا اللي أنا أشوفه صراحة. إنك تجمع اثنين أصحاب قرار في برنامج واحد. أضرب روس رجال بعضها. والله قدعة والله. والله قدعة. لكن أنا بسألك. لكن نعم والله بالعكس. علينا الراس لهم الحب والتقدير وأنا أحبهم على الصعيد الشخصي وأبطال. والله يكفينا شر الانسحابات لأن في واحد منهم كلمني يبغى ينسحب بسبب حساسيته في تويتر. صدق. لا اذا بنبدا كذا الوضع لا لكن بشرك انا غردت قلت تكفون يا جمهورنا ما راح اقول لكم مين عليك عليكم بهم اثنينهم فراحوا وكان الاوضاع بدت تهدأ. طيب انا بسالك ابو عبد الاله الان احنا عرفنا وتعودنا على برامج الواقع ان في واحد صاحب قرار ايش الفكره في اثنين اصحاب قرار؟ سؤال جميل انت ما ادري هل الجواب وقته الان ولا خلي البرنامج يبدا لانه لها إذا فكره واليه معينه لا تطرح الاليه بس تسألني بدي تسكتني لا 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 لا, لا, لا أنا قصدي لا تطرح الآلية بس يعني في آلية واضحة لا لا, لا في آلية واضحة وآلية أنا أشكر يعني أقصد الدوسري وبكاتم صراحة على أنهم استجابوا لدعوة أخوهم الصغير ناصر استاهل كل الشكر والتقدير إعلاميين مهنيين يعني باختصار لما يقولون إحنا مشاركين لأن نحب